ماليش أمل في الدنيا دي. دي أغنية لليلى مراد لوحدها طبعا، بتغنيها في الكباريه اللي راحت تقابل فيه حبيبها. هذه الأغنية برضو أنا حرصت إني أجيب الشوامخ من حتى العازفين، ففي الأغنية دي بالذات جبت العازف الكبير أنور منسي. وأنور منسي معروف إنه من أعظم العازفين على الكمانجة، لأنه كان يجمع بين العزف الشرقي والعزف الغربي، فعمل بهذا توليفة جميلة محببة غريبة متميزة، نادر إن احنا نلاقي واحد بهذا الشكل. فطلعته فيه بالصورة وهو بيجي جنب ليلى مراد وهي بترقص، ويطلع شكله والكمانجة بتاعته وهو بيعزف عليها. الحاجة الغريبة اللي في أغنية ماليش أمل في الدنيا دي، إنه كان في حتة معينة وموقع معين من الأغنية لا يمكن نجيب الريحاني يسمعها إلا ما يعيط، ويعيط بالدموع، اللي هي بتقول فيها ليلى مراد: خلينا أحبك وأفضل أحبك. حتة كده هي بلدية قوي ومصرية قوي، وزي المواويل البلدي بتاعت الأولاد البلد المصريين. ونجيب الريحاني ساعة ما يسمع الحتة دي يعيط ليه؟ ما نش فاهم. يظهر إنه كل فنان له ضعف في مكان معين أو في شكل معين أو في موقع معين بتفكره بحاجة أو هو بيحس بيها فبيعيط. عاوز برضو أختم كلامي عن ليلى مراد وأقول إن ليلى مراد لا شك في إنها بصمة ليس لها نظير في عالم الغناء السينمائي، ولغاية دلوقتي ما جاش زيها بهذا الصوت، بهذه الرقة، بخفة دم الصوت. الصوت زي الوجوه، يعني في وجه ممكن تلاقيه جميل وجميل جدا لكن دمه تقيل. صوت ليلى مراد مش بس حلو، حلو وفيه نبرات ورشيق ودمه خفيف. Thank you.
افضل اعيش في خيالي، واللي انت شايفه في عينيا صورة وجهي، علشان لو الشوق فضيت هنده عليك واقدر اشوف. Thank you.
أفضل أعيش في خيالي، واللي انت شايفه في عينيا صورة هواك وجمال طيبة، علشان لو شوفت بيا هنده عليك واقدر حفظا أنا